لماذا حكومات بغداد هزيلة إلى هذا الحد؟ ولماذا تقبل بضعفها وهوانها أمام الازدياد المضطرد لقوة الميليشيات؟ ما هي مخاطر رفض الحكومة لأي اتهامات للميليشيات في ظل المطالب المتكررة للحكومة بضرورة الحفاظ على أرواح الناس؟ العراق وفي ظل هذه المعطيات نجده بمعزل عن المجتمع العربي والدولي، هل لهذا الأمر علاقة بما يحصل في العراق؟ برنامج حوار سياسي يأتيكم بعنوان دولة الميليشيات ومحاكمها الخاصة.